هتبقى كويسه. من موقف عمرو زكي جدا يعني. ليه يا كابتن؟ لان هو باعني باعني، هو زكي باعني. ما توقعتش يحصل منه كده. لما توقعتش بعد ما 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 طلبت منه ان هو يبقى موجود وهو برضاه يعني. هو قعدت معاه وكان جاي له عرض، وشيكابالي كان جاي له عرض، وقعدت مع الاثنين وقلت لهم يا جماعه انتوا لو انتوا العروض دي تمت هتحلوا مشكله كبيره جدا 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 لنادي الزمالك، وهنقدر نجيب لعيبه وهنقدر ندي اللعيبه مستحقه. طب انا هحكي لك بس. لكن الاثنين طلبوا قالوا يا كابتن احنا ما عملناش حاجه لنادي الزمالك، احنا السنه دي عاوزين نقعد عشان نعمل حاجه لزمالك. فهم قاعدين برضاهم، فدي كانت حاجه جميله منهم الاثنين، سواء من شيكابالا او من عمرو زكي. وقعدوا، عملت لعمرو زكي كل التحاليل وكل الفحوصات وكل الاشعاعات و و و واتمرن الحمد لله لغايه ما وصل بقى عمرو زكي تاني وعمرو زكي جديد. وبعد كده كنت معاه برده قبل ما يقدم الشكوى للاتحاد، ها، وكنت معاه وبتاع، وبعدين لقيته خلص كلامي وقدم الشكوى. وبعدين هو بيتحج بيقول ان هو الايجنت بتاعه هو اللي عمل الشكوى. ازاي يعمل الايجنت بتاعه شكوى من غير نفس اللعيب نفسه ما يكون متفق معاه؟ اخيرا كابتن حسن، تعليق على طلب حسين ياسر محمدي العوده مجددا لنادي الزمالك. انا حسين ياسر محمدي من اللعيبه الجيدين والكويسين، وحسين ياسر محمدي اذا كان مشي برضه نفس الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، مش عاوز اقول لازم يبقى عنده حق، يبقى لازم يبقى عنده حق، بس انا حته ان انا اديله الحق ان هو ممكن عشان مستحقاته او عشان كده يسيب النادي ويمشي. لكن بيني وبين حسين او حسين بيني وبين النادي الزمالك حاجات كتيره جدا.